ازيكم يا صحابي، عاملين ايه؟ انا من هنا. النهارده هنعمل فيديو اكله رقاق، هي اسمها الحي جليش، بس هي فيها رقاق. ماشي، هنعمله مع بعضينا. يلا دلوقتي هنجيب لبن. هنحتاج لبن وميه وعليها عسل ابيض ورقاقتين، اتنين رقاقه. ماشي، وهي طعمها جدا قوي قوي حلو قوي. ماشي، وهتروحي ساقيه الرقاق باللبن. مام وصلني بقى وسمن وسمنه هتسيحيها في الصينيه، وبعدين تحطي الرقاق اللي سقيناه باللبن. الرقاق اللي سقيناه باللبن بعدين ونسيح السمنه، بعدين نحط الرقاق رقاقتين اللي سقيناه باللبن، ولما يستوي هنحط عليه العسل الابيض اللي بالميه، وفي الاخر لما يستوي لازم بالسكينه ونطلع الرقاق كده ونشوف استوت من تحت ولا لا، بعدين نقلبها عشان تكون حلوه. ماشي، وبعدين هي كده خلصت. ولما السمن البلدي بتديها طعم وريحه، لازم تعمله بسمن بلدي، السمن البلدي. وبعدين بعد ما تخلصوا خالص تجيبوا حتة سمنية، حتة سمنة بلدي، وتعملوا له كده على الكتاب كده. أقول لكم حاجة، إلا العسل لما تقسوها في الآخر خالص، هقول لكم بقى بالترتيب. أوكي، اللبن تسقيه بالرقاق الرقاقتين، بعدين تحطيهم على النار، بعدين المية والعسل تسيبيهم لسه، وتعملي السمنه تنسيش من تحت. وبعد كده لما تخلصي خالص، لما تطمني عليها من تحت، تحطي العسل لما تستوي خالص من تحت ومن فوق تقلبيها. ماشي، وبالصينيه كده، وتجيبي اي غطا وتقلبيها كده، وتروحي على الصينيه تاني. وايه بعدين خالص، نعمل العسل. قبل العسل حته سمنه بلدي، ونعملها كده كده نلبسها كده، وبعدين وبعد كده نسقي الرق بالعسل، العسل الابيض مش اسود، ابيض. ولو عايزين تعملوها جلاش تبقى ميه. لو عايزين تعملوها جلاش باللحمه المفرومه تبقى ميه، مش لبن، تبقى ميه. وبعدين خلاص، باللحمه والمفرومه نفس الوصفه. ويلا باي باي، ما تنساش تعملوا لايك شير في نفسك.